أطلق وزير التنمية المحلية محمود شعراوي مبادرة سند الخير تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس للحكومة بتوفير 37 نوعا من السلع الغذائية الأساسية بمختلف أنواعها للمواطنين خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة. وأوضح الوزير أن المبادرة تستهدف تقديم السلع الغذائية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق وتركز على الأحياء الشعبية وكذلك المناطق والقرى الأكثر احتياجا لخدمة المواطنين من محدودي الدخل. وتأتي المبادرة بمشاركة عدد من التجار وشركات المواد الغذائية والمجتمع المدني والمبادرات الشبابية في عدد من المحافظات باستخدام 100 سيارة نقل أو نصف نقل ثلاجة متنقلة تجوب 15 محافظة.